وللحديث حول ذلك أكثر ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر. أهلا بك صهيب معنا في هذه النشرة. بداية، ما معلوماتك عن توافد هؤلاء العناصر إلى داخل الأراضي السورية من العراق؟ نعم، بداية أحييكم مشاهدي أوريان. طبعا هناك تحركات مشاهدة بشكل مستمر ما بين العراق مرورا بمعابر بين العراق وسوريا ومنطقة البكمال تحديدا، وصولا الى الجبهات في ادلب، وتحديدا هذه التحركات تكون عاده من الفرق السابعه والحادية عشر والسابعه عشر التابعه لنظام الاسد، وتستقطب تعزيزات من هذه المنطقه باتجاه ادلب بشكل مستمر. اخر الاخبار التي وصلت اشارت الى انه هنالك اكثر من 30 اليه بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام، 75 عنصر توجهوا قادمين من العراق الى البوكمال، وهناك ايضا ضم اليهم عدد قرابه 90 عنصر من الميليشيات المحليه، ثم توجهوا باتجاه ادلب. هذه التحركات بشكل مستمر تكون عاده، لكن هنا نتحدث عن تعزيز للجبهات، هنالك تحركات يعني نوع من خلط الاوراق. نعم. في ادلب. صهيب، ما دلاله حشد هذه القوات الان خاصه بعد انسحاب النقاط التركيه من مواقعها في ادلب او في ريف ادلب؟ المتغيرات التي تحدث الان، يعني هنالك تحركات بشكل مستمر كان في مناطق جنوب ادلب، انتقال نقاط المراقبه التركيه، بالمقابل القصف التركي من جهه اخرى على نقاط في عين عيسى ومناطق اخرى قريبه من عين عرب وجنوب مدينه تل ابيض، ايضا الاجتماع الثلاثي الذي حدث او الذي عقد في موسكو بين طبعا ثلاثه اطراف في المنطقه التي تعتبر الان هي التي تشهد يعني قواتها او النقاط التابعه لها تحركات مستمره، وبالتالي يعني هذه التعزيزات كي يوصل النظام الاسد والميليشيات التابعه له رساله بانه جزء من هذه المعادله، لكن حقيقه هو فصيل مهلهل تحركه روسيا كما تشاء. الايرانيين ايضا نقطه مهمه جدا، وهي ان الايرانيين لم يدفعوا بعدد من مقاتليهم الايرانيين او الافغان او الاجانب، انما ارسلوا مقاتلين محليين، وهذا يعني يبدو بانه روح المقاتل الايراني اغلى بالنسبه لهم من مقاتلين ميليشيات اسد، ولذلك ارسلوهم، اضافه الى اعباء الرواتب التي ارادوا التخلص منها، فمن توجه طبعا الى هذه النقاط تكلفت او تحملت كلفه انتقاله ودفع راتبهم ميليشيات الاسد. نعم، صحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر كنت معنا، شكرا جزيلا لك.